وش يتعمى ما من أفاق يتعمى ما جمال الجمال حاضر بشر عزاء والدة الأستاذ محمد فتح الله بك وعمة الأستاذ عماد بدر. عزاء والدة الأستاذ محمد فتح الله بدر أكوى الحصة كفر الزيات محافظة الغربية وعمة الأستاذ عماد بدر. تعيش إلى فجر فكم من صحيح مات بغير علة وكم من عليل عاش حين من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نزلت أكفانه وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. إخوتنا الإخوة الإيمان والإسلام سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. عرض على بنا يا الأخوة المؤمنون وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة الطيبة المباركة ليلة تكريم من روح مؤمنة فاضت إلى باريها. نسأل الله عز وجل أن يكتب في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وأن يحشرنا وإياها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامع حضراتكم ذاكم العلم القرآني الكبير خير سفير زبراء جمهورية مصر العربية القارئ بتحرك إذاعة التلفزيون المبدع الطروان الشاب الشيخ ابن الشيخ فضيلة القارئ محمود الشحات محمد أنور. نسأل الله عز وجل له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع.
Yeah.
نعم الاداء الراقي الرفيع الجميل ما شاء الله. احنا في الدفاع يعني اشرح صدرك. بسم الله
ربنا معاك والله يا شيخ ما شاء الله توفيق من عند الله ربنا يزيدك شكرا لله بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم اهدنا الصراط المستقيم صراط في
الله يخليك شيخ ايمن، الله يستر، جزاك الله خير. بصوري مالي عم روح شوف شغلي يا عم، روح بعد عني شويه سيبني حقك. يلا ما في شغل اللي معك ولا مره. استنى برا ماشي على الله كله. كفايه هنمشي مع الاستاذ احمد يا عمي، هم بيستهلكوه بس تلزق جنب عماد. ما بقول لا احنا نيامي ولا فيها؟ بقول نيامي. شوف الشيخ محمود لابس قلبه بابا الحين فين؟ كفر ازاي؟ دلوشان كفر ازاي؟ عايز اشيل انا البتاع ده. انا مش عارف والله. يا الله